للوقوف أكثر على تداعيات حادث تفجير مدينة الصدر ببغداد، والذي سبقه عدد من الحوادث والانتهاكات التي تؤكد إفلات الفاعل من العقاب أو الفاعلين من العقاب. ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. دكتور حامد، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك. أنا بك دكتور. يعني صحيفة الواشنطن بوست في تقرير لها تصف الأوضاع في العراق أنها أوضاع مأساوية، حرائق تلتهم المستشفيات، حرائق تفحم جثث أو تفحم أجساد المرضى داخل هذه المستشفيات، يتبع هذه الحرائق تفجيرات في أسواق شعبية تقتل مدنيين أبرياء، تتوالى هذه الفواجع على العراقيين. لماذا برأيك هذه الفواجع تأتي في هذا التوقيت؟ السلام عليكم جميعا، شكرا جزيلا على استضافة، تحياتي لكم ولجمهوركم المشاهدين. الحقيقة الفواجع هذه ليست حديثة ولا جديدة على العراقيين، امتدت من 2003 لغاية هذه الأيام. مع الأسف الشديد الشعب العراقي دفع ثمن غالي على لا شيء سوى أن هناك احتلال وهناك نفوذ إيراني منافس للاحتلال الأمريكي، ثم هناك تغول للميليشيات منذ 2004 ولغاية اليوم، دخلت داعش والمنافسة. المهم أن هناك صراع إقليمي دولي على الساحة العراقية. هذا الصراع الحقيقة أخذ أشكال مختلفة، من التفجيرات، من القتل، الاغتيالات، وثم جاءت ثورة تشرين المباركة في 2019 بداية أكتوبر. الحقيقة حيدت على الأقل أنظار العالم والدول الإقليمية باتجاه أنه التركيز على هذه الثورة ونجاحها وإمكانية فعلا تغيير الوضع بشكل جذري نحو تحقيق مصالح الشعب العراقي، إلا أن شاءت هذه الدول الكبرى والإقليمية أن تجهض هذه الثورة لحين أن تستعيد جذوتها. الآن تصفية الحسابات الحقيقة جارية على قدم وساق، هناك منافسة بين أو صراع بين الميليشيات وبين الكتل السياسية وبين الأحزاب التي تدعي أنها هي تمثل طموح ومصالح الشعب العراقي. هذه الحقيقة هي الصورة أو المشهد المأساوي اللي يعيشه العراقيين. لذلك أنا أقول القادم للأسف الشديد ممكن أن يكون أسوأ مما مر خلال هذه الفترة. اليوم دكتور حامد، استهدافان لناشطين بعبوات ناسفة لم تسفر عن خسائر بشرية، استمرار هذه الاستهدافات للناشطين في العراق، ما الرسالة التي يريد الفاعلون إرسالها أو إيصالها؟ الرسالة واضحة، هي أنه استعادة جدوى ثورة تشرين تمر بعقبات يعني مصطنعة، هي أنه التهديد والوعيد بالتصفية الجسدية ثم بتكميم الأفواه ثم بالعزل ثم بحرق البيوت، يعني استخدام القنابل الصوتية، تفجير سيارات الناشطين. لذلك لا نستبعد أنه هناك حقيقة تصعيد إذا كان ضد هؤلاء الناشطين، اللي ممكن أنه فعلا تكون هذه الأوضاع المأساوية حافز إضافي لتصعيد المد الثوري في العراق. ومن جهة أخرى هناك أيضا الاستعدادات لما يسمى الانتخابات المبكرة، والصراع أيضا على السلطة بين هذه الكتل المتنافسة وميليشياتها المجرمة. هذا الوضع الحقيقة بشكل مختصر، لكن الذي يلفت الانتباه أنه العالم انتبه بأن هذه الطبقة السياسية الفاسدة وميليشياتها يعني قاب قوسين أو أدنى من النهاية، يعني أفلست، فلذلك تلجأ إلى الأساليب العنفية والتصفية الجسدية والتهديد والوعيد والتخويف. طيب دكتور حامد، بعد تورط الميليشيات أو تأكد تورط الميليشيات وبغطاء من القوات الأمنية وبالدليل القاطع لبعض حتى المعترفين على شاشات التلفاز أو على شاشات القنوات التابعة للحكومة، هناك مخاطر جمة يصفها البعض من استمرار دمج هذه الميليشيات في الأجهزة الأمنية، والبعض يقول أن الأجهزة الأمنية هي توفر الغطاء لهذه الميليشيات.
ترى يعني ما تداعيات استمرار هذا الدمج، يعني وجود الميليشيات داخل الأجهزة الأمنية على المشهد العراقي وكذلك على المشهد الأمني؟ الحقيقة هو كان هدف مرسوم منذ وقت مبكر بعد السقوط، هو قضية يعني تحييد الجيش العراقي والقوات المسلحة أو إنهاء دورها الوطني. فلذلك شفنا أنه قضية الدمج وقضية تصعيد دور الميليشيات خصوصا الولائية منها، ومن ثم أيضا عصابات الجريمة المنظمة والمافيات الفاسدة، هذه الحقيقة قضية الدمج ليست جديدة، هذا أعتقد تستمر ويصير يعني الاختراقات الأمنية أيضا واضحة، لأنه الاغتيالات تمت على يد بعض الاغتيالات المهمة وخصوصا اغتيال الشهيد المرحوم هشام الهاشمي، كانت على يد أحد منتسبي القوات المسلحة يعني وزارة الداخلية، ضابط في وزارة الناشطين وأيضا المتظاهرين في ثوار تشرين. طبعا هذا هو اللي الحقيقة المخيف في العملية. طيب أنه استغل هذه المناصب لتصفية الناشطين من ثوار تشرين. ألا ترى أن يعني هذا الوضع وبقاء هذا الوضع كما هو عليه هو يوفر البيئة الملائمة لاستمرار منظومة الإفلات من العقاب؟ لا، الحقيقة الآن الناشطون بالداخل والخارج يعني جمعوا أفكار رائعة في قضية حملة الحقيقة أصبحت الآن على يعني مدى أيام وفي شملت 14 دولة للجاليات العراقية اللي هي اسمها إنهاء الإفلات من العقاب. هذه حملة الحقيقة أخذت بعد دولي إلى حد بعيد، وراح يشاركون بها إذا في الأيام القادمة نتابع نشوف. وأيضا هناك مجموعة من المحامين والقضاة يعني في الداخل والخارج سوف يتم تصعيد هذه الحملة لسبب جدا بسيط، وأنه ليس فقط الإفلات من العقاب، وإنما فعلا يجب محاكمة هذه الطبقة السياسية الفاسدة بأثر رجع وليست يقول بالتقادم الزمني، يعني لا تسقط هذه الجرائم والمحاكمة بمرور الوقت. لذلك الحملة هذه يجب أن تكون فعلا وطنية شاملة مسنودة أو هناك تضامن دولي معها، وهذا اللي أعتقد راح يحصل خلال المرحلة القادمة إن شاء الله. يعني بعض الحقوقيين وكذلك المختصين في مجال حقوق الإنسان يتهمون الحكومة ويقولون بأنها أو تقع عليها مسؤولية توفير الغطاء لهذه الميليشيات التي ترتكب الانتهاكات بحق العراقيين، ألا تمثل ذلك يمثل ألا تظن أن ذلك يمثل ربما إرهاب الدولة ضد الشعب العراقي بشكل مباشر؟ الحقيقة يعني كلمة إرهاب دولة شوية يعني بعيدة عن الواقع العراقي، لأن لا توجد دولة، هناك إرهاب سلطة منفلتة لا يمكن أن يجمعها جامع. يعني احنا ذكرنا قبل قليل الاختراقات الأمنية والدمج وغيرها، فلذلك لا يوجد هناك مركزية في صنع القرار الأمني والعسكري إضافة إلى القرار السياسي في العراق. هناك إرهاب حقيقي الحكومة تساهم بالتغطية عليه في مجالات كثيرة، وقوات الشغب تساهم بشكل مباشر في قمع المتظاهرين. نعرف أنه اللي حدث في الناصرية والعمارة وفي بغداد، ويعني جرب مثل أو اقتلاع الخيم، وحتى أم الشهيد إيهاب الودني كانت هناك أيضا محاولة الاعتداء عليها من قبل بعض القوات الأمنية، وهذا طبعا منافي تماما لمبادئ حقوق الإنسان والمعتاد حتى في العرف الاجتماعي في العراق، مرفوض رفض قاطع. لذلك لا يستبعد أن يكون هناك فعلا تأجيج لعملية الصراع بين هؤلاء بالدمج وبين القوات النظامية الحقيقية الوطنية اللي نعول عليها كثيرا أن تقف مع الشعب العراقي، وخصوصا في الجيش العراقي الذي لا يمكن أن ينفصل عن طموحات ومصالح شعبه. هذا هو الحقيقة الوضع الحالي. أملنا أن الثورة تستمر ويكون هناك فعلا تحالف وتضامن وعمل مشترك مع
القوات المسلحة العراقية لإنقاذ العراق من ماي موربي خلال هذه الفترة المتأزمة والكارثية الحقيقة التي عاش العراقيون خلال أكثر من 13 سنة. الأكاديمية والباحثة السياسية الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.